الوداد اليوم اذا ما استثنينا خروجه من كاس محمد السادس للانديه الابطال على يد الغريم التقليدي الرجاء في مباراه ستظل تاريخيه، انا لا افهم لماذا يتحدثون على ان قطار الوداد زغ على سكتي او ان الوداد لم تعد تلبي الحاجات. الوداد ما زالت حاضر على دور المجموعات، صحيح ان حصلت على نقطتين من اول مباراتين، هذا الامر لم يكن معهودا من قبل، ولكن كنعتقد على ان الوداد اليوم راه هو بطل المغرب بالنجمه العشرين ديالو، وعلى انه على مستوى البطوله الوطنيه مازال حاضر بقوه. صحيح ان الوداد اليوم في حاجه الى انتدابات اللي تحاول ما امكن تعالج واحد النقص كان على مستوى التركيبة البشرية، اللي هذا النقص ظهر بغتة بعد مجموعة من الإصابات، مجموعة من الأعطاب اللي لحقت النواة البشرية ديال فريق الوداد. فأنا شخصيا كنعتقد أن الوداد ماشي في طريقه، صحيح أنه الاستراتيجية ديال العمل على مستوى المكتب المسير يجب أن تتقوى أكثر، يجب أن تحضر بفاعلية أكثر، لأنه الهدف اليوم هو أننا نحول الأندية إلى مؤسسات قائمة بذاتها لا ترتبط فقط بثقافة النتيجة أو بالنتيجة الرياضية، ولكن ترتبط أيضا بالنتيجة الاقتصادية، كون أنك تحول النادي إلى مقاولة يشتغل في إطار واحد الحكمة، في إطار واحد توزيع الاختصاصات، في إطار واحد الاحترام لمبدأ التخصصات. يمكن هذا هو الموضوع اللي يمكن يحضر ماشي مع الوداد فقط، ولكن مع كثير من الأندية الوطنية. فأنا باعتقادي الوداد ماشي في طريقه، قوته الكبيرة جدا اليوم ماشي في الأموال اللي كيجيبوها المسوقين والمحتضنين، ولكن في جماهير اللي تعد بالملايين واللي حقا ترافقه في كل وقت وحين، وهذه الجماهير هي اللي كنعتبرها انا الدرع والحصن الواقي لفريق الوداد.